يا مرحبا بالساعة فيكم سيتي سكاي لاين، أدري فيكم وايدين تتريون سيتي سكاي لاين صح؟ أنا عارف هالشي مستوعب انه، لكن إن شاء الله بنكمله ولا تحاتون. وها سيتي سكاي لاين اليوم جاية مرة ثانية، شوف التعديل تم يتعدل لين روحي طلعت الشوارع كلها رديت غيرتها، الدنيا كلها جلبت فوق تحت ترى، بس سبت الزحمة اللي كانت تضرب هنا ولا زال في زحمة ترى. لا زال في زحمة. وين؟ ليش زحمة هني؟ مخرب الشارع أنا مخرب الشارع، مخرب ولد ولدين الشارع. زين خلنا نراجع أثر الشوارع عشان ما تتساكون مرة ثانية، لا تتساكون هني دخيلكم أثر الشوارع. أنا أوريدي قايل لهم هاي الشي يسوون يسار. لحظة انا اوريدي خبرنهم ما حد يهني، بس هني بس هني، ولا يمكن ما خبرتهم، الحين خبرتهم. كل حد يلف اقصر يسار، ليش تستهبل يا خشمك؟ سواقت بالصفة حي قلع عنك، وهني غيرته كامل، هني بعدها زحمة بس احسن. شوف شوف شوف، تذكرون كيف كان اختناق مروري هني؟ شلينا الشارع هذا وسويته هني تقاطع نزل من الصوبين ودوار، بس ما يروح للمدينة من هني، يرجعون هني يلفون، اللي يبغى يلف هالشارع الدرب كله عساس انه يروحون درب ثاني مطول هني، عرفتوا؟ وسويت وصلة بين المدينة وبين هاي المدينة والصناعية بالأحرى، ويعني التعديل استوى شامل كبير جدا كبير. الخريطة صراحة جبارة، صراحة بصراحة خريطة جبارة. أنا مو بحب أقول لكم هالكلمة، لكن اليوم نهاية السلسلة هي، خلاص الحين رسميا خلاص ما بأكمل من الخضراء، نبغى نبدأ بخريطة جديدة وخليها فترة مفتوحة. ما بسويه، بشوف كومنتاتكم شو آرائكم، شو المدن الأفكار اللي عندكم تبون نسويها. ادري مدينة بغداد كان لها مشروع كبير وبتوصل، لكن سوينا خريطة ابتدائية لنا واجهنا بعض الامور. خلاص ما برسم مدن، نسوي ديزاينات جداد تعلمنا خلال اخر كم سلسلة وايد شغلات. الحين استوى عندنا بارك لايف، استوى عندنا وايد امور، يمكن السلسلة الجديدة حتى يكون اسمها بارك لايف خلاص، بدل المدن الخضراء اللي هي جرين سيتيز يوم نزلت. بس والله انا احب شو سويت في الخريطة، ايه نظرة عامة على الخريطة. خلينا نقول اول ما بدينا اللعبة بدينا هني صح؟ هي هني بدينا، وكان تقريبا افلسنا لو تذكرون، كان هذا الشارع العام الاساسي، وبدينا هني بداية خفيفة، وبعدين سوينا كل المناطق وزحمنا العالم وندور مكان وابجريدات، سوينا جزيرة. تذكرون الجزيرة هاي وسويناها؟ كانت مشروع ترى بحد ذاتها هاي، هي مشروع الجزيرة هاي اسمي، كانت مشروع. المشكلة هذا لو دق ما منه فايدة، بودين مكان مدينة سيتي سكاي لاين المدينة الخضراء. أعرف تشتاقون للسلسلة، في وايدين ممكن يبون السلسلة، لكن صراحة خلاص بس إذا سيتي سكاي لاين كدت عندي المدينة استوت شي جميل. سيتي سكاي لاين هذه الخريطة كانت مشروع، الحين يبغالنا خريطة جديدة خلاص، اسم عليها مطارات، أماكن مركزية، هاي واي زيادات، كل شي جديد، وصلات كبيرة بدون شوارع مرفوعة، نعدل الأخطاء الماضية. بس ترى كان مشروع جدا كبير، أدري أشوفه يحترق هذا. تذكرون المطار يوم سويناه الدولي؟ مشروع هذا بروحه مشروع. احنا عندنا ثلاث مطارات الحين اصلا، بس كل مطارات شغالين احسن من المطار الدولي اظن، حتى مال بغداد شغال احسن، يمكن هي شغال احسن من المطار الدولي من الحين. يعني المشاريع كيف سكك القطار، يمكن في المستقبل بس اسوي كله اندر جراوند خلاص، ما بشوف قطارات فوق الارض، ما بشوف الخربطان هذا اللي هني استوى، ما بسويه هني، شكله كان تعبان. بعدين لو تذكرون الى اخر الخريطة بس حق القطار، سوينا مزيرعة
بعدين سوينا ليوة، بعدين سوينا المناطيد. تشوف المناطيد، تشوف احلاها المناطيد والله، والله انهم حلوين. تشوف على دعاية تشوف بوف بوف بعد الله غالب الكلب طاير مستانس. تشوف دعاية حشرات ليش؟ شوفوا هذا مركز المناطيد، تشوف 6 نيوز. والله بيكون لها وحشة الخريطة الصراحة، بيكون لها وحشة وحشة. عنا لحن في مشاكل فيها ما حليناها، هاي سلسلة ممكن إذا نستمر فيها ما خلص، بس أنا أبغى خريطة جديدة. خلاص وصلنا لمرحلة محتاجين تجديد، نسوي مواني غير، نسوي كل شيء غير، نسوي منطقة عودة للمواني، نسوي قطارات هاي المواني بطريقة ثانية. شوفوا الجسور هاي، تذكرون مشروع الجسر؟ الجسر هاي بروحه كان مشروع، وبعدها أحسها غلط. أو المفروض هالجسر كيف يكون؟ شوفوا المفروض، شوفها حتى بآخر لحظة نعدل. المفروض الصراحة الجسر هذا يكون الطريقة هاي بصراحة. أوكي، وهالجسر هذا يكون بالطريقة هاي، بس هذا ما يستوي. اوكي شوفوا، مفروض بس لنا في مدينة في الوسط، تعرفون ايه هاي، هي هاي المدينة الجزر هاي. بعدين هنا هني في مجال كبير ترى على فكرة اسوي بلاوي، بس لا لازم الخطة تتغير، يبغالنا منطقة ضخمة، يبغالنا. شوف كان توه في واحد مستانس وسط هاي الكلام، وسط كل هذا في واحد مستانس. ها مشروع الهاي واي الثاني، ابا اشوف ادخالاتكم على اللعبة، بشوف شو اللي استمتعتوا فيه في هالسلسلة هاي، شو الشغلات الجديدة اللي ندخلها في السلسلة الجديدة اللي بتينا ان شاء الله. شو ارائكم، شو دنيتكم، شو تبون نسوي، شو ايش كثر معي عندنا. شوف هاي كانت زيارة على الخريطة ونهاية للسلسلة حاليا، بنبدأ سلسلة جديدة إن شاء الله قريبا خلال الفترة القادمة، كم يوم بس، وأسبوع أو أسبوعين. لا تنسون تكتبون كومنتاتكم، دنياتكم، شو حبيتوا في السلسلة، شو تبون نسوي، شو التطويرات اللي ممكن تستوي، شو الألعاب الجديدة اللي ممكن نلعبها في القناة. ومشكورين على حسن المتابعة، وبكل صراحة يعني، السلام عليكم ورحمة الله.